بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب في المحاضرة الثانية اللي راح تكون تحت عنوان Energy Hazard. في هذه المحاضرة راح نحاول نشرح لكم بعض المعلومات الخاصة بالمخاطر اللي تتعلق بالطاقة. بداية خلي نفهم شنو الطاقة. الطاقة هي القدرة على إنجاز شغل، واللي تكون عادة موجودة بعدة صيغ ومرتبطة بالحركة. عدة أنواع مختلفة من المخاطر اللي إلها علاقة بالطاقة. عندنا مخاطر كهربائية، كيميائية، ضغط، حرارة، ميكانيكية، إشعاع، طاقة مخزونة، وطاقة معلقة. الآن إذا أجينا وشفنا تصنيف أنواع الطاقة أو الصيغ اللي موجودة بها الطاقة، فنجد أن الطاقة موجودة على شكل طاقة كامنة، طاقة حركية، وطاقة لها علاقة بالمواد قابلة على احتراق، وأيضا عندنا الطاقة الكيميائية والطاقة الكهربائية والطاقة الحرارية. خلينا نعطي فكرة عن كل واحدة من عندهم شيء بسيط. الطاقة الكامنة هي الطاقة المخزونة اللي يمكن أن تستخدم لإنجاز شغل، مثل طاقة الأحمال، الطاقة اللي لها علاقة بالسبرينجات المضغوطة، وعندنا الطاقة أنظمة المنظومات الهيدروليك اللي تحت ضغط. بالنسبة للطاقة الكامنة هي الطاقة الناتجة من حركة الأشياء، يعني مثلا عندنا من يصير عملية تحرير لأحمال معينة، أو عملية تحرير لسبرينجات على شكل كويل وهكذا. أما الطاقة اللي جاية من المواد القابلة للاحتراق، مثلا هي الطاقة اللي تتحول فيها عملية احتراق الغازات والسوائل والمواد الكيميائية الصلبة. أما الطاقة الكيميائية فهي قدرة المادة على إنجاز شغل أو إنتاج حرارة من خلال تغير في التركيب الكيميائي للمادة. مثلا إذا كان عندنا طاقة تنتج من تحول أيضا غازات، سوائل، مواد كيميائية وأكثر. أما بالنسبة للطاقة الكهربائية فهي الطاقة المتولدة من خلال تحول أنواع أو صيغ أخرى من الطاقة، اللي هي مثلا الميكانيكية، الحرارية أو الكيميائية. طبعا المثال عليها هي الطاقة الكهربائية النموذجية اللي نعرفها، اللي مصادرها تكون أما موتورات أو مولدات. أما بالنسبة للطاقة الحرارية فهي الطاقة المنتقلة من جسم إلى آخر نتيجة وجود فرق في درجات الحرارة، هذا احنا درسناه سابقا بالثرموديناميك. يعني أمثلة عليها مثلا الشغل الميكانيكي، الإشعاع، التفاعل الكيميائي، والمقاومة الكهربائية. طبعا كيف الطاقة تصبح مصدر للخطورة؟ الطاقة من تتجمع إلى مستوى خطر معين أو تنطلق بكمية قد تسبب يعني تسبب جروح للعاملين. طبعا طاقات كخطر ما تكون بعيدة عادة عن الناس اللي يكونون في خدمة لجهاز معين أو في صيانة لجهاز معين. إطفاء الدائرة الكهربائية على الجهاز هذا ما يمنع أن الجهاز يكون موجود في خطر. والخدمة اللي يؤديها الشخص المسؤول عن الجهاز يجب يكون مستعد لأي خطورة على الجهاز، ويجب أن يكون عنده علم بأنواع الخطورة الموجودة. الآن إذا أردنا نسيطر على مصادر خطورة الطاقة،
فإن مصادر خطورة الطاقة يمكن السيطرة عليه عن طريق منع الطاقة من أن تنتقل من مصدرها الرئيسي إلى الجهاز اللي يشتغل عليها باستخدام مجموعة من الخطوات. نبدي نشرح الخطوة الأولى اللي هي أول شيء تحديد مصدر الطاقة. تحديد مصدر الطاقة يتم عن طريق تحديد الجهاز اللي موجود في بيئة العمل اللي يحتاج خدمة أو صيانة. أيضا تحديد صيغة الطاقة اللي يشتغل عليها الجهاز، من ضمنها الطاقة الكامنة اللي ربما تبقى في الجهاز حتى بعد عملية عزل مصدر الطاقة عن الجهاز. أيضا يجب أن يتم وضع علامات لمصادر الطاقة اللي يشتغل عليها العاملين، بالتالي كل مصدر أو كل جهاز يعرف بالضبط مين يتم تجهيز الطاقة إليه. هنا عندنا عملية إزالة مصدر الطاقة من الجهاز. عملية الفصل الجهاز من مصدر الطاقة والسيطرة على الطاقة الكامنة، بالتالي الطاقة لا تستطيع أن تسري إلى الجهاز. الطريقة اللي تستخدم لعملية عزل الطاقة من الجهاز تعتمد على نوع أو صيغة الطاقة والوسيلة اللي يمكن أن تتوفر للسيطرة عليها. التدريب الجيد للحفاظ على سلامة إزالة الطاقة من الجهاز تتضمن بضع خطوات، منها أول شيء يجب أن نوقف أو نعزل الماتورات من الجهاز. ثاني شيء يجب أن نعزل الدائرة الكهربائية اللي يشتغل عليها. بعدين يجب أن نعزل الجهاز من المصدر الطاقة الرئيسي، وأيضا إيقاف أي سريان لوجود موائع، مثلا في حالة أني دي أستخدم أنظمة هيدروليكية أو أنظمة غازية أو حتى منظومات بخار للسيطرة عليها يتم بواسطة صمامات معينة، وأيضا إيقاف أي أجزاء في الجهاز اللي ممكن تصير بها حركة نتيجة الجاذبية الأرضية. عندي أيضا عملية تشتيت أو تبديد الطاقة الكامنة اللي لا يمكن فصلها عادة بفصل مصدر الطاقة. هاي الطاقة الكامنة ممكن أن أبددها بعد ما يتم عزل الجهاز. شنو هي المصادر اللي تحوي على طاقات مخزونة أو كاملة؟ المتسعات، السبرينغات اللي يكون على شكل كويل، وعندنا الأجهزة أجزاء الأجهزة المتحركة وأيضا الويلات المتحركة، أي منظومات ما مواد كيميائية، أبخرة، غازات، هواء، كلها تمثل لمصادر لطاقة كاملة. طبعا التدريب الجيد او الامين لتشتيت الطاقه الكامنه يتم عن طريق ازاله او تقليل الضغط مال السوائل حتى نصل الى ضغط داخلي مساوي تقريبا للضغط الجوي. عمليه تفريغ اي متسعات بواسطه التأريث الكهربائي، وايضا عمليه اطلاق اي تنشن او شد موجود على السبرينغات، والتأكد أنه كل أجزاء المتحركة الموجودة في الماكينة توقفت بشكل كامل. طبعاً عندي مجموعة من الأجهزة اللي تستخدم عادة للتأكد من وجود توقف للكهرباء، احنا نسميها locking out، وأيضاً أكو labeled، أكو نوع من العلامات اللي تستخدم لعزل الكهرباء ومنع أي شخص من إعادة تشغيلها إلا بوجود إذن. اللوك أوت هو البروسيجر المتبع حتى نتأكد أنه عملية فصل الكهرباء تمت بشكل كامل. أما التاج أوت فهو البروسيجر المستخدم لوضع العلامات المناسبة حتى نمنع من قيام أي شخص آخر بتغييرها. طبعا اللوك أوت والتاج أوت ديفايسز يجب أن تتبع بعض
المعايير المتبعة، منها الديورابيلتي، يعني يجب أن تتحمل أي تحلل نتيجة وجودها داخل وسط أو بالقرب من وسط قابل للتآكل، يعني تكون حوامض، مواد كيميائية قاعدية، ممكن تكون بيئة رطبة إلى آخره. إذن لازم بها نوع من الديورابيلتي، التحمل. أيضا يجب أن تكون بها ستاندرايزد، يعني تتبع المقاييس العالمية من حيث اللون، الحجم. أيضا يجب أن تتبع تعليمات وتوجيهات اللي يتبعها أرباب العمل. أيضا يجب أن تكون بها تحذيرات للعاملين بوجود خطر معين، وتكون واضحة بشكل لا تسمح لأي خلل. يعني مثلا لازم تكون عليها كتابة مثل don't start, don't open, don't close, don't energize, don't operate، وهكذا تكون واضحة للشخص اللي يعمل. أيضا يجب أن تكون substantial، يعني enough to minimize likelihood of premature or accident، يعني تكون واضحة حتى ما يحصل أي خلل قد يسبب حدوث حادث أو يعني غير مقصود هنا. والجزء الأخير هو أن تكون identifiable، يعني شنو identifiable؟ يعني تكون واضحة للعيان، سهولة رؤيتها، بالتالي لا يتم عملية إزالتها بسهولة أيضا. الجزء الآخر هو أنه شلون نتبع طريقة معينة للسيطرة على الطاقة. طبعا the most important، اكثر النشاطات اللي يتبعها العاملين حتى يكونون بامان هي ثلاثه. اول شيء يجب ان يكون هناك طريقه او بروسيجر مكتوبه يفهمها كل الاشخاص اللي موجودين دار مدارها. هاي البروسيجر طبعا تتعامل المفروض مع مصدر مخاطر واحد او اكثر، ويجب ان تتضمن مجموعه من الشروط. اول شيء يجب ان تناسب عمل الطريقه، وايضا خطوات عمليه الشت داون، الايقاف او العزل او التوقف المفاجئ موجوده بشكل واضح بها. ايضا خطوات الازاله او خطوات التبديل او نقل هاي العلامات يجب ان تكون واضحه. ايضا فحص المعدات تتطلب ان نحدد مدى كفاءه طريقه العمل للسيطره عليها. طبعا ايضا الخطوه الثانيه يجب ان تتضمن عمليه تدريب للعاملين، كل العاملين يجب ان نتاكد ان هم متدربين على التعامل مع مفاهيم مخاطر الطاقه. والغرض الأساسي من الأجهزة المستخدمة للسيطرة على هاي المخاطر. أيضا يجب أن يعرفوا شنو واجباتهم المفروض يؤدوها في حالة حصول أي حادثة لها علاقة بمخاطر الطاقة. طبعا أيضا يجب أن تكون هناك عملية دورية لفحص ومراقبة هاي الطرق اللي احنا سميناها البروسيجر. الغرض منها هو أن نحدد كفاءة العاملين بالتعامل مع هذه الطريقة أو مع هذه البروسيجر. وأيضا الامبلوير، الشخص المسؤول عن هذا الفحص، يجب أن يوثق كل هذه العملية وأن يحوي على مجموعة من المعلومات، من ضمنها اسم الجهاز اللي تم عليه الفحص، التاريخ اللي تم به الفحص، الموظف اللي الموجود ضمن الفحص، الشخص اللي قام بعملية الفحص. يجب هاي كلها البيانات تكون موجودة حتى نكون جاهزين لأي خطر إلى علاقة بمخاطر الطاقة. يجب أن يجهز العامل بمجموعة من المعدات الحماية الشخصية اللي هي البيرسونال Protective Equipment، اللي تبدي من المناظر،
المعدات اللي خاصة بحماية السمع، الخاصة بحماية التنفس، أيضا الجلوفز، أيضا البوتس الخاصة بحماية الأرجل، وأيضا الوير الملابس اللي تناسب كل شخص. هنا إذا أجينا وطينا تفاصيل أكثر عن البيرسونال بروتكتيف إكويبمنت، خلينا ناخذ بعض النقاط المهمة. أول شيء يجب أن نستخدمها دائما بغض النظر عن العمل المناط بالعامل. أيضا يجب أن تستخدم بالتزامن مع المعدات الحماية الأخرى في بيئة العمل. أيضا هاي المعدات يجب أن تستخدم كل الأكسسوريز، كل الملحقات حتى تحمي الشخص في بيئة العمل. ويجب أن تختار هذا النوع من المعدات اللي يناسب العمل الموجه إليه. طبعا رب العمل والعاملين يجب أن يفهموا الغرض من وجود هاي الأجهزة وحدودها، وأيضا هاي المعدات يجب أن لا يتم تحويرها، يجب أن لا يتم إزالتها، بالإضافة أنه عملية معالجة أو إدارة اللي خاصة بالأمان والصحة للعاملين يجب أن يتقيم بين فترة وأخرى شنو هي البروسيجر المتبع للحماية، وأيضا تقوم بعملية تدريب مستمرة للعاملين. استخدام هيك نوع من المعدات يتطلب فهم للمخاطر وأيضا تدريب على جزء من الاستخدام حتى نقلل من احتمالية فشل استخدام هيك نوع من الأجهزة. أيضا هناك العاملين يتطلب منهم كتابة تعهد خطي يبين أنهم تدربوا وعرفوا شلون يستخدمون هاي المعدات. وأيضا في النهاية يجب أن يكون هاي السيرتيفيكت المكتوبة اللي تبين اسم الشخص المتدرب، تاريخ تدريبه، وتحدد نوع السيرتيفيكت المجهزة له. هنا نهاية خلي نمطي بعض الشرح البسيط لأنواع الأجهزة المستخدمة بشيء من التفصيل. الأول شيء النوع الجلاسز وير هنا اللي تستخدم لحماية الأعين، تبدأ بالبسيط ومن ثم الأعقد اللي حتى يمنع وصول أي بارتيكلز للعين، وأيضا عندنا هذا النوع اللي يحمي مو فقط العينين وإنما كل الجزء الواضح من الوجه. عندنا أيضا هنا نبين نوع البارتيكلز اللي ممكن تدخل في العين، بارتيكلز نتيجة عملية تطاير شظايا، بارتيكلز نتيجة وجود ضوء أو إشعاع، بارتيكلز نتيجة وجود حرارة، وأيضا أي شيء ممكن يكون مؤذي للعين يسبب تخدش وما شابه ذلك. هنا أيضا لا ننسى أنه الرأس يحتاج حماية، حماية الرأس عادة يتم بواسطة هارد هات اللي هي القبعة الصلبة اللي تكون مهمة لحماية رأس العاملين من تساقط أي مواد في بيئة العمل. طبعا يجب أن يتأكد العامل هنا أو المدير العمل أنه العامل يلبس هاي الحماية الرأس عادة إذا وجدت في بيئة العمل أي من هاي المخاطر، أنه وجود أوبجكت مواد متساقطة، أو ربما يكون هناك تصادم لرأس العامل مع أي جزء ثابت، أو أن احتمالية حصول حادث وتأذي الرأس. بصورة عامة حماية الرأس باستخدام ما يسمى بالهملت أو الهارد هاتس اللي هي القبعة يجب أن يتم بواسطة حماية رأس العامل من وجود penetration by object يعني أي نفاذ مادة إلى الرأس، أو امتصاص الشوك يعني امتصاص الصدمة نتيجة التصادم، أو ويجب أن تكون أيضا هاي الهاتس أو القبعة ضد الماء وضد الحريق،
وأيضا أكو لازم تعليمات مناسبة لعملية استخدامها واستبدالها. طبعا راح نشوف أكو أنواع مختلفة من القبعات هاي المتوفرة في السوق، تبدأ من كلاس A، كلاس B، كلاس C والبامب هاتس. الكلاس A هي اللي هي الأبسط، طبعا الأبسط هو البامب هاتس، لكنه لو نجي لمقاوم مثلا الفولتية العالية أو للتصادم كشوك، نجي لكلاس A هو الأبسط اللي يتحمل فولتية إلى 2000 تقريبا فولت. كلاس B لا، يتحمل فولتية إلى 20000 ويوفر حماية نتيجة تطاير شظايا على الرأس اللي هي هاي. أما الكلاس C فيوفر حماية للأشخاص اللي ما يتطلبون حماية قوية جدا، ولذلك احنا نقول لايت ويت، تكون خفيفة الوزن زين، وتوفر حماية من المخاطر الكهربائية بالأخص. الكلاس الآخر اللي يسموه بامب هاتس، هذا مصمم للاستخدام في المناطق اللي تكون فيها درجة في الحماية قليلة نسبيا. طبعا عندي أنواع مختلفة من الأحذية اللي مستخدمة في بيئة العمل. هاي الأحذية توفر حماية للأرجل والأصابع، وتحمي الأصابع في حالة وجود أي مواد ممكن تسبب جروح، أو وجود مثلا أنابيب متحركة أو مواد ثقيلة ممكن أن تسقط عليها الرجل. طبعا إذا اختارينا أحذية من البلاستيك أو الربر مطاط، فإنها عادة تكون مناسبة في حالة وجود بيئة عمل بها مواد كيميائية. طبعا الفوتوير أيضا يجب أن يتم اختيارها اعتمادا على بيئة العمل اللي يمشي بها الشخص، إن كان مجموعة من البسامير موجودة في بيئة العمل، أو قطع من الأحجار الصغيرة اللي ممكن تسبب أذى للرجل وهكذا. أيضا عندي هنا متى يلبس العامل هاي الفوتوير، وعندما تكون هناك أشياء ثقيلة مثلا براميل متحركة أو معدات ربما تدور ممكن أو ممكن تسقط على رجل العامل. أيضا من أعمل مع مواد شارب يعني تكون حادة، أو مثلا معرض إلى معادن ذائبة زين اللي ممكن أن يصير بها تطاير، أو أعمل بمناطق فيها مواد حارة أو مواد قابلة أو ممكن يسبب انزلاق سطح زلق، أو أتعامل مع كهرباء خطرة موجودة في الحال لازم أوفر للعامل البوت أو الحذاء المناسب. طبعا لا ننسى أنه الإيد أيضا تحتاج حماية. أنواع مختلفة من الجلوفز، الكفوف تستخدم طبعا تستخدم طبقا لنوع المخاطر. التعامل مع المواد الحارة تتطلب نوع من الكفوف من الجلد، الهيفي كوتن، النوع اللي به مادة قطنية ثقيلة توفر حماية في حالة وجود تخدش أو مواد كيميائية مسببة للتخدش. في حالة وجود أيضا كفوف مطاطية فبها الحالان عندي معناها في بيئة العمل، أما كهرباء أو مواد كيميائية. طبعا أكو كفوف مصممة لحمايات في حالة وجود مواد آلات جارحة خاصة في صناعة اللحوم. هنا الجسم كله محتاج حماية في بعض الأحيان، هذا الحماية تتطلب في المناطق الحارة جدا أو في حالة وجود تطاير لمواد حارة نتيجة معادن مذابة أو سوائل حارة أو نتيجة تصادم مع أجهزة ومعدات متحركة أو في حالة وجود مواد كيميائية خطرة، فنوفر للعامل البدلة المناسبة اللي تحميه من هاي المخاطر. لا ننسى أنه أيضا الإذن تحتاج إلى حماية، وخاصة إذا وصلت نسبة الضوضاء إلى قياس لا يمكن أن يكون فيها العامل في مأمن من حدوث ضرر في إذنه. طبعا القياس يتم بوحدات الديسبلز، والمدة الزمنية تحدد لي
الفترة اللي يتعرض لها والقيمة الديسبرز المسموح له والعامل في حالة تحركه من مكان إلى آخر أيضا يحدد لي النسبة المسموح إلى أن يتحملها. والعادة هاي الضوضاء المولدة تكون من مصدر واحد أو أكثر من مصدر. لاحظ هذا الجدول، الفترة الزمنية قلنا هي الأساس، كل ما كثرت طالت الفترة الزمنية لازم نقلل الديسبل المسموح للعامل أن يسمعه، وكلما قلت راح تشوف الرقم يزيد. طبعا النويز must not exceed 140 ديسبل. هنا الجزء الأخير هو المعدات المستخدمة لحماية العامل من المخاطر اللي لها علاقة بالتنفس. هنا تبدي من البسيطة وثم الأعقد، طبعا تعتمد على بيئة العمل اللي يشتغل عليها، نوع الغازات اللي موجودة، الأبخرة زين اللي تسبب قد تخدش للرئتين. لاحظ هنا أنواع مختلفة، هاي الأنواع طبعا تعتمد على الكلفة الاقتصادية، النوع اللي ممكن يكون بخراطيم، بضغوط عالية، بنيجاتيف باك جراوند وهكذا. هاي تعتمد على المعمل، المستشفى الموجودة، المادة البيولوجية الخطرة اللي متواجدة في بيئة العمل، أو المادة الكيميائية الخطرة وهكذا. استخدام عملية حماية من المواد الكيميائية الخطرة في حالة وجود غازات مذيبات، أو ممكن تكون مواد كيميائية على شكل باودر أو مرشوشة. هنا أيضا الجزء الآخر اللي لا يمكن أن ننساه، وفي حالة وجود حركة بارتفاع معين يزيد عن مترين تقريبا يجب أن يكون هناك حماية من السقوط، إحنا هنا نسميه الهارنس إكويبمنت، تستخدم عادة في الارتفاعات العالية، وممكن تكون خطرة جدا في حالة عدم استخدامها بشكل صحيح. طبعا هاي السيفتي هارنس تقلل من احتمالية تعرض العامل للجرح زين عن طريق توزيع القوة اللي تسببها سقوط العامل بشكل متساوي على جميع جسم العامل. أخيرا أنطيكم هذا الهومورك، أريدكم تلقولي الهازرز اللي سبب وجود كهرباء ومي، شنو السبب بالضبط؟ ليش من تجتمع الكهرباء والمي ممكن أن يحصل عندي شنو خطورة يجب أن أنتبه لها؟ عندك 4 اختيارات تختار لي واحد من عندهم. شكرا جزيلا لحسن الإصغاء، لا تنسوا أن ترسلوا الواجب مالكم على الجوجل كلاس روم للكود الموضح أمامكم، كل حسب التصنيف اللي قدتكم يا صباحي ومسائي. شكرا جزيلا لحسن الإصغاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.